نظم نشطاء المناخ احتجاجاً في مدريد بعد أن نفذ الوقت لدى السياسيين للتوصل إلى اتفاق في اليوم الأخير من محادثات المناخ، وتظاهر النشطاء ومعظمهم من مؤيدي حركات تمرد المستقبل والانقراض بالقرب من المكان والذي تجري فيه المحادثات. وتزامنت الاحتجاجات مع وصول مؤسسة مستقبل غريتا تونبرغ إلى مدينة تورينو بعد رحلة برية استغرقت 24 ساعة من مدريد للمشاركة في هذه الاحتجاجات.